للمرة الثانية على التوالي عبد الكبير والدار وفرسه كويكلي دو كريسكر هو المتوج بطلا للدورة الخامسة من الدوري المغربي للقفز على الحواجز والمنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتصدر الفارس المغربي الفائز بالجائزة الكبرى لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والمركز الخامس في الجائزة الكبرى للمرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أمنة. تصدر ترتيب العام النهائي حسب النقاط للنسخة الخامسة برصيد 134 نقطة. الدوري المنظم من طرف جمعية معرض الفرس وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية والجامعة الملكية المغربية للفروسية عاد مركزاه الثاني والثالث في الترتيب العام على التوالي للفارسين الفرنسي أوليفييه روبير ممتطيا الفرس كينيل دوبي برصيد 124 نقطة والبلجيكي دومينيك هاندريكس ممتطيا الفرس كاين فان هيت هوبوس برصيد 122 نقطة.